الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الناس فقد اختص الله تعالى بعض الأزمنة بعبادات فضلت بها على غيرها فكما اختص ثلث الليل الآخر دون سائر الليل بتجليه سبحانه وتعالى للمستغفرين من عباده والسائلين واختص يوم الجمعة بهذه الصلاة العظيمة وبساعة الإجابة فيها واختص رمضان بوجوب صيامه ومشروعية الجماعة في قيامه اختصت عشر من ذي الحجة باجتماع أمهات العبادات فيها فكان العمل الصالح فيها أفضل منه في غيرها فالصلاة والدعاء والصدقة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من القربات في عشر من ذي الحجة أفضل منها في غيرها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري والدارمي إن هذه العشر المباركات هي أفضل أيام السنة والعمل الصالح فيها أي كان نوعه أفضل منه في غيرها وهي تقع في آخر شهر من السنة الهجرية فكأنها تعويض للمفرطين في عامهم ليتداركوا أنفسهم ويعوضوا فيها ما فاتهم ويدركوا بها منزلة من سبقهم ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنها كانت في آخر العام فإن العبد يذكر بنهاية سنته نهاية عمره ويندم على ما فرط في أيامه الخالية ويعقد العزم على استثمار ما بقي من حياته فإذا هو يستقبل العشرة يفي بوعده ويصدق مع نفسه فإذا كانت الأعمال الصالحة عباد الله في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله رغم عظيم شرف الجهاد ومكانته إلا أن يقتل المجاهد ويذهب ماله كما في الحديث فأي ذبل وخسارة تلحق الغافل عن هذه الأيام فهل من معتبر وهل من متعظ فمهما طال الزمان فلا يجب أن يطال هذه الأيام فهو غبن وأي غبن ولو سألتم عباد الله أي العمل أفضل وأحب عند الله لأجبت بقول واحد
إنها الفرائض، فالفرائض أولاً قبل كل شيء. فلم يتقرب المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بأعظم مما افترضه عليهم، ثم بعد ذلك تأتي النوافل. فمن كان مفرطاً في الصلوات والمكتوبات سواء في وقتها أو جماعتها أو خشوعها، وكلنا يشكو ذلك، فليحذر أن يفرط في هذه الأيام. ومن فضل الله الواسع علينا أن نوع الأعمال الصالحات، فلينظر كل امرئ حسب ما ينشط له من النوافل من العبادات. فمن كان غافلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه أثناء الليل وأطراف النهار فلينتبه عن غفلته، وليجتهد في هذه الأيام، وليضاعف. قال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن كان مقصرا مع والديه فليحسن إليهما، ومن كان ظالما فليرد المظالم إلى أهلها، ومن كان عاصيا فليتب إلى الله التواب الرحيم. أكثروا هذه الأيام من الصيام والصدقات وكل عمل صالح يخطر بباركم، فلا تفوت على نفسك الساعات، فهي فرص لا تعوض. فإن من حكمة الشارع أن شرع في هذه الأيام التكبير ورفع الصوت فيها تذكيرا للناس وطردا للغفلة عنهم، وتشجيعا للناس على العبادة، وليذكروا اسم الله في أيام معلومات هي أيام عشر ذي الحجة، وليتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أقول ما قلت وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه حق حمده، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها المسلمون، كل منا يتمنى أن يشارك حجاج بيت الله الحرام ويقف موقفهم في عرفات، وهي منة يتمناها كل منا ويرجوها غالبنا، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فمن رحمته سبحانه ولطفه أن نوع العبادة وسهل طرقها لينال الجميع بذلك الأجر والثواب، ولنشارك إخواننا الحجاج فيما هم فيه من الخير والبر وسائر الأبواب. ومن ذلك ما ذكرنا من التكبير والاستغفار وصوم يوم عرفة والتكبير عقب الصلوات أيام التشريق. وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيام يوم عرفة لما له من المزية في غفران الذنوب وتفريج الكروب، وكذلك شرع لنا من الأضاحي يتقرب العباد إلى ربهم ويتصدقوا بلحومها على الفقراء والمحتاجين، وليتبعوا سنة نبينا إبراهيم، وفيها من المواساة وإعانة الفقراء الشيء الكثير، وكذلك تطهير النفوس من مرض البخل وإزالة الشحناء. قال سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. البدار أيها المسلمون، قبل فوات الأوان وحلول الآجال وتقلب الأيام، ولا تحين مندم، ولا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بادروا رحمكم الله إلى استغلال الفرص وتحين الأوقات الفاضلة. إنما يقوم به المسلم من أعمال البر والإحسان والصدقة والمعروف والعبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دعانا الله سبحانه وتعالى إلى المسابقة في أمور الآخرة وتحصيل الثواب في العاجلة. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض
أعدت للمتقين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا أحوالنا في الأمور كلها. اللهم اختم لنا بما يرضيك. اللهم اختم لنا بما يرضيك أعمالنا. اللهم اختم لنا بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين. اللهم اجمع اللهم وحد كلمة المسلمين على الخير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده. الله Ta-da!